استقبل معبر رفح البرية عددا من الشاحنات الإغاثية والإنسانية المتجهة إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، حيث وصل عدد الشاحنات اليوم إلى 51 شاحنة. وفي السياق ذاته تواصل قوات الاحتلال القصف العنيف على أماكن متفرقة من جنوب القطاع. المزيد يطلعنا عليه الزميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. بعد تحية في هذه المتابعة للمشهد العسكري والإنساني جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، من أمام معبر رفح البري نرصد حركة دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية من الطرق الجانبية لمعبر رفح باتجاه منفذ كرم أبو سالم، ومن ثم تدخل إلى قطاع غزة. وأيضا بعد دخول عدد من الشاحنات التي تقدر ب 51 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والغذائية والطبية، أيضا أربع شاحنات محملة بالمشتقات البترولية تقوم بتفريغ شحنتها داخل القطاع، ومن ثم تعود مرة أخرى إلى الطرق الجانبية من معبر رفح، ومن ثم تدخل إلى الأراضي المصرية لتحمل بالمساعدات الأخرى خلال الأيام القادمة. نتحدث أيضا خلال الأيام السابقة عن حالة من التعنت الإسرائيلي مستمرة ما بين التباطؤ والرفض، وأيضا الإجراءات التعسفية والتفتيشية أمام العديد من الشاحنات. نتحدث عن تنوع كبير في الشاحنات، سواء الشاحنات المصرية وأيضا الدولية وأيضا القادمة من بعض الدول العربية. أما عن المشهد الخاص بالحالة العسكرية داخل قطاع غزة، نرى منذ الصباح تصاعد لأعمدة الدخان مما ينذر باستمرار هذا القصف العنيف والمكثف بعدد من الأماكن والمناطق المتفرقة في الجنوب ووسط قطاع غزة. نتحدث عن دير البلح، خان يونس، وأيضا بعض المناطق من رفح الفلسطينية. استمرار هذا القصف في ظل تحذيرات أممية دولية عن انتشار للأوبئة والأمراض، وأيضا وقوف القطاع على شفى الكارثة الإنسانية بشكل كبير بعد تعرض ما لا يقل عن 600 ألف طفل للخطر جراء عدد من الأمراض وتحديدا شلل الأطفال. وإذا تحدثنا عن أكثر من 19 ألف طفل غير مصحوبين، وهذا المصطلح الذي تحدثت عنه بعض التقارير الدولية بأن غير المصحوبين هم من فقدوا ذويهم سواء بالتهجير والإخلاء أو بالفقد أثناء القصف الإسرائيلي. هذا هو المشهد من أمام معبر رفح البري. عودة إليكم.